اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي المشاوي. النهارده عندي وصفه حلوه قوي، عندي مكرونه بالكالماري بالصوص البني. استنوني بعد الفاصل نعملها مع بعض. ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده عندي حاجه مختلفه شويه. عندي الكالماري هعمله مع صوص بني مش مع صوص ابيض او مع احمر، ده العادي المعتاد. النهارده هعمله بالصويا صوص، صوص مختلف شويه هيعجبكم. وهقطع الكالماري حلقات، مش هقطعه بالطول زي العادي برضو او قطع صغيره. وهعمل رمان يدي شويه طعم مسكر عشان الصويا صوص الحادق، فيعني هو طعم مختلف. وصفه مختلفه نجربها مع بعض وتكون سريعه قوي معانا، ما تاخدش نص ساعه حتى. هستخدم نص كيلو كالماري صحيح، هقطعه دوائر كده حلقات بسيطة كده سميكة عشان هو بيكش شوية ما ينزل النار. وهستخدم التتبيلة بتاعته، ثوم مفروم، فلفل حار، كمون، ليمونة، زبدة، ملح وفلفل. كل دول هحطهم وانا بشوح الكالماري. بعدين عندي مكرونة مسلوقة وعندي رمان فريش اللي هيدي طعم مسكر، وهزينهم بالبقدونس. وعندي رصاص كريمة لباني، وعندي ثوم مفروم، وعندي ليمونة، وعندي ملح وفلفل، وعندي صويا صوص ودقيق اللي هتخن بيه الصوص. والدقيق هنكون مقلبينه في مية زي النشا او الدقيق اللي بنتخن بيه صوص اي مكرونة. هحط دلوقتي شوية زيت، زيت زيتون بقى بما اننا عاملين سمك هنستخدم زيت زيتون احسن، زيت الزيتون مش بيسخن في وقت كبير. وعندي الفلفل الابيض، وعندي الملح، دي الحاجات اللي هستخدمها للصوص. هبتدي دلوقتي اشوح معاكم الثوم. لسه شويه محتاج يسخن شويه، بس ما تسيبوش يسخن قوي. زيت الزيتون لما بيسخن بزياده بيبقى عامل زي الزبده، بيلسع بيتحرق معانا على طول. الكالاماري عامه من الحاجات اللي عامله زي الجمبري، الجمبري لما بنطول في السوا بتاعه بيشد وبنلاقي طعمه بقى مطاط بزياده كده، لكن لو ادينا له وقته بس ما سبناهوش كتير على النار بيبقى طعمه طري وفي نفس الوقت مقرمش. فالكالاماري والجمبري بيحتاج ان هما نظبط وقت السوا بتاعهم علشان ما يكونوش ناشفين معانا في البق. كده الثوم تمام. انا مش بيحب في طعم الصوص ثوم، ممكن يعني يبدله بثوم مفروم، الثوم مفروم يبدله بثوم بودره او يستغنى عنه خالص. المهم الكريمه اللباني والصويا صوص. والثوم اول ما يبتدي يغير لونه على طول اروح عامله له طشه بالكريمه اللباني. فانا كده شوحت الثوم في شويه زيت زيتون، اول ما ابتدى يتشوح معايا بدات على طول احط الكريمه اللباني. احط لها ملح، بصوا انا هكمل ربع معلقه عشان انا حاطه طبعا صويا صوص ده بيحدق اي حاجه. والفلفل الابيض، واسخن شويه زيت زيتون تاني اللي هشوح فيهم الكالاماري بقى. اقلب كده الكريمه اللباني اللي بالثوم والملح والفلفل الابيض. هنزود لها شويه ليمون صغيرين، ما بس احنا عندنا بنحب نزود خير بقى، بنحب نزود الكميات، بس هي ليمونه واحده. وازود شويه صويا صوص، هو ده اللون اللي انا عايزه اوصله، لون بني مش غامق قوي، لون زي اللون الكريمي كده، لون القهوه لما بنحط عليها لبن، لون الشاي بلبن كده يعني، هو ده اللون المظبوط. ممكن اغمقه حاجه بسيطه، هو طعم الصويا صوص مع الكريمه اصلا بيبقى حلو جدا. هسيبهم كده ياخدوا طعم بعض شويه قبل ما ابتدي اتخن الصوص في الاخر. دلوقتي ابتدي اشوح معاكم الثوم بتاع الكالاماري.
اشوح التوم كده على طول، احط معاه الفلفل الحار عشان يخلي التوم شويه فيه لسعه حاره كده قبل ما احط الكالاماري معاكم. مش عايزه التوم يسمر خالص، هحط على طول الزبده، وانا حاطه زيت عشان لما احط الزبده ما تلسعش معايا او تتحرق عشان تاخد وقت السوا بتاع الكالاماري. الزبده هي اللي هتدي طعم حلو قوي قوي للصوص لما ينزل على التشويح بتاع الكالاماري، هتديله طعم شويه دسم مع الكريمه اللباني، هيبقى طعمها جميل جدا. يبقى انا كده حطيت زيت زيتون وحطيت عليه الثوم، وبعدين اديته على طول الفلفل الحار مقطعه قطع صغيره جدا، وبعدين حطيت عليه الزبده. دلوقتي هحط على طول الكالاماري كله، احط معاه رشه الكمون، احط له شويه ليمون يقتل اي زفاره فيه، وحط شويه فلفل اسود، وهنحط ملح بس مش هكتر في الملح علشان هنزل بصوص عليه صويا صوص حادق، فناخد بالنا ان ما نكترش في الملح. هقلب الكالاماري يتشوح مع بعض شويه. بصوا التتبيله انا محتاجتش حتى اتبله قبليها، هو بتشويحته بيشرب الطعم على طول زي الجمبري، بياخد الطعم على طول، اول ما هيغير لونه للون الابيض ابتدي على طول احط عليه الصوص. ودلوقتي هزود معاكم الصوص خليط الدقيق اللي بالميه عشان اتخن الصوص كده، بصوا هو هنلاقيه تخن قوي كده معانا، اقلبه بس. لو حسينا ان السمك بقى زيادة نزود شوية مية، لو حسينا ان هو خفيف نزود تاني كوباية مية بدقيق، ونقعد برضو نقلب مع بعض. انا كده عندي دقيق زيادة شوية فاحتاج ازود شوية مية، بما اني زودت مية فكده برضو الصويا صوص قل معايا فازود شوية صويا صوص تاني. لو عملت كلكعة كده بسيطة لان كمية الدقيق كانت زايدة شوية مفيش مشكلة، بس نقلب بمضرب سلك كده بسيط هنلاقي اي كلاكية هتفك معانا على طول. وهي على النار كده اقلب، كده انا هزود برضو شوية مية وشوية شوية صوص تاني. الكالاماري ريحته جميله جدا، بما اني زودت كل ده فاظبط برضو احيائي وزود فلفل ابيض. يعني ما نزود اي حاجه لازم نظبط كل الحاجات اللي حواليها، ولو قللنا في حاجه نظبط برضو الطعم بتاع الحياء دايما، يعني التتبيله بتاعه الصوص او بتاعه اي لحوم نظبطها حسب احنا بنزود او بنقلل ايه. كده ده السمك اللي انا عايزاه، هسيبهم يغلوا مع بعض ويكون الكالاماري ابتدى ياخد اللون بتاعه، هو خلاص يعني اقل من 5 دقايق وهشيله من على النار اصلا. وهطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل والكالاماري بصوا لونه بقى حلو قوي ومش شادد خالص عشان اديته كمية كافية من الزبدة من الزيت، مفيش اي حروقة، هو بقلبه بكل سهولة عادي جدا. هحط له دلوقتي الرمان اللي هيديني بقى طعم المختلف في الموضوع، شوية رمان كده يتقلبوا معاه، مش هسيب الرمان يدبل خالص فينزل عصير منه، انا بس عايزاه يدي طعم مع الزبدة اللي موجودة مع الكالاماري مع الزيت زيت الزيتون. ابتدي دلوقتي بقى احط معاكم المكرونة، ودي مسلوقة بس هي ناشفة شوية يعني ما كملتش ال 12 دقيقة علشان
احنا عايزينها تبقى مع التشويح ما تبقاش طريه قوي، مش اول ما احطها لقيت اتقسمت معايا. احط شويه تاني من الرمان، سيب دول كده التزيين. بصوا بقى قد ايه الصوص طالع كريمي جدا، هينزل معايا جدا بسهولة. اوريكم دلوقتي الصوص طالع جميل ازاي. في صوص شبيه لده بنعمله شوية للستيك بس بيبقى عليه مشروم، بس جربوه في المكرونة بجد بيبقى جميل جدا. طبعا الناس اللي بتحب عندها عقدة التشيز اللي في اي مكرونة ممكن برضو يعملوا تشيز عادي، ممكن يحطوا شوية تشيز مع الصوص او يحطوه في الاخر كده تبقى سايحة على الوش. دخلوها الفرن ممكن تبقى طبقة زي نجرسكم من فوق، يعني اللي انتوا حابينه. حابة اقدمها في حاجة تبقى لونها لايقة شوية مع اللون المختلف للمكرونة دي. وعايزة اخد شوية اللي فيهم الكالاماري. هي مش هتحتاج تاخد وقت معاكم على النار كتير لان اوريدي احنا سلقين المكرونة ومشوحين مع بعض كويس الكالاماري. شو الكالاماري طالع شكله تحفة، يعني الكالاماري من الحاجات اللي الناس كلها مرتفقة عليها وبتحبها، محمر مشوي متشوح طاجن زي الجمبري كده مفيش حد بيختلف عليه. حط كده اللي احنا مشوحينهم على الوش وحط شوية رمان فريش كده على الوش برضو، ما لونهم اصلا مع لون الصوص تحفة وكمان بيدوا طعم حلو قوي. انتوا مش فاهمين الرمان وهو ساقع ما بينزل على الصوص، ما تجربوا الطعمين دول مع بعض طعمه مختلف وحلو جدا. احط شوية بقدونس، كده النهاردة نكون عملنا مع بعض وصفة المكرونة بالكالاماري بالصوص البني والرمان. يا رب تعجبكم، استنوني في حلقة جديدة من حكاوي المشاوي. شكرا.